اسمي محمد عبد الله، انا اصغر متطوع في خيمه نخول، وفخور ان انا انتمي في الفريق التطوعي لهيئه البحرين للثقافه والاثار لهذا العام. انا اساهم في الورش التعليميه، وطبعا انا اساهم في الالعاب الترفيهيه الحين، والالعاب الترفيهيه طبعا ادخل الاطفال من جميع الاعمار ويجون العديد من الناس، وطبعا نعرف نتفاهم معاهم ونعرف ندخلهم اي لعبه مناسبه. العمل التطوعي ما ياثر على دراستي، لان انا اقوم بالعمل التطوعي في الصيف واحيانا يكون في عطله الشتاء، لكن انا احب اقوم بالعمل التطوعي في الصيف لان يكون عندي العديد من الوقت واكون انا متوفر في جميع الاوقات في فتره الصيف. طموحي ان ادرس علوم سياسيه وأصير إن شاء الله بإذن الله منصب حكومي عالي، لكن أتدرج في الوظائف إن شاء الله. فريق البحرين الله يسلمك هو طبعا بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. طبعا نشكر جهوده، إن فريق البحرين هو مو بس حق الحكومات، بالعكس أنا أشوفه حق الشباب اللي تتطوعون في الهيئات الحكومية وجميع يعني الوزارات البحرينية، فهذا شيء يعني جدا جميل، وأنا أفتخر أن أنتمي حق جزء من فريق البحرين وهيئة تنتمي إلى فريق البحرين. وطبعا اللي ساعدني وخلاني أن أكون في خيمة نخول هو اللي شفته في معرض التراث النسخة 27، أن شلون المتطوعين يكونون على قلب واحد وأن كل واحد يهتم في الثاني ويكون في دعم من جميع الجهات الحكومية. فهاي اللي خلاني، أول سبب خلاني، وثاني سبب طبعا جهود معالي الشيخ خمي بنت محمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار في دعم المتطوعين والطاقات الشبابية الموجودة على في مملكة البحرين.